معرفش بقى، كنت مدعوة لستك عمالة كده. اقفل الباب وراك. معرفش بقى، كنت مدعوة لستك عمالة كده. اقفل الباب وراك. انت يا زفت قومي. ايه يا مريم؟ الواد ده مش ولا راجع. مش طب قومي، طب قومي، طب قومي. عايزه ايه؟ قومي فهميني ايه حكايه الجواز العرفي ده؟ ما اعرفش بقى، طلعت مني كده قلتها ازاي؟ ما اعرفش برجل فيروز. مالها؟ شنو؟ مريم هي اللي غاوياها. ده تهت مني. عندي إلها في الغالب. اسمع. يا أهل. الراجل زادت قوي بين أبويا وأمي. كلهم كده جابوا آخرهم. لو هتقولي بقى مريم هي السبب كمان.